this is legendary, you know. Nah, but you, and I just want to let you know, you earned this. So we back with new energy, and for the first time. Hunga, أول سايفر بريستايل في المغرب. I'm 10 fucking toes down in Florida. Anywhere else I go, and I know that no matter what, it's not a nigga on this earth that could ever fuck with me in my life. الفولوي بيلي ايليش يكون لاحظ انا البارح وبدون سابق انذار فجاه ولا من الكلوز فريندز ديالها ولاو كيطلعوا لي دوك ستوريات الخضرين في انستغرام يعني دي لي زامي بروش او الاصدقاء المقربين. فكنت كتدخل البروفيل ديالها نورمال لي ستوري كديروا مع الناس اللي قراب ليك ديال بصح باش ما يشوفوهمش كاع لي فولوينك نورمال كديروا مع الناس اللي معروفين بزاف ولا كتبارطاجي مع شي ناس شي حوايج ما بغيتيش كلشي يشوفهم. فاشنو بارطاجات بيلي ايليش لحجو ستوريات قبل لها شويه نهار رمضان كذا اللي بغاها راه كاين في انستغرام واشرح لكم كيفاش دخلت هاد الناس كامل كلوز فريند اباغات شي تكون سمعت بواحد من اكبر لي بي في الراب الامريكي اللي نايت حاليا ما بين كندريك لامار جي كول ودريك يعني هادو بجوج ضد هذا فراه كلشي كيدوي عليه حاليا فين جي كول جاوب كندريك لامار فحال والو كلشي بدا يتجاوب من بالبلاش عبر المغرب بل حتى في المغرب حيت انا الكراندي طوطو طلع مع ريك روس واحد من اشهر روابا في امريكان ووعدو بانهم غيديروا اغنيه بجوج العروبي تت فولاندا بزاف منكم كيعرفوه وتكون الشو مختلف روابا كيحط ستوريات سيبور ليه عاد جوج بيبي جانغ مورا ديك الغبره اللي انونسا رجع بالبوم اللي كله غيكون ايطالي اخوان هاد الراب نيوز عطى الله ما يتقال فيها فانا كنعطل وكنجيب لكم كلشي كنوعدكم ان مراه غتخرجوا فيها من كلشي ها هو الاخوان ما تنساوش راه بديت الشين الثانيه الشين الثانيه اللي غتقدروا تعرفوا عليا اكثر منا حتى هاد لاشين كنديروا فيها الاخبار لي زانترفيو وكذا الشين الثانيه بيرسونيل شويه في الفيديو الاول ديجا لحقتو لكم الفيديو الاول كنشرح لكم كيفاش كندير هاد الفيديوهات يعني كيفاش كنريكوردي كيفاش كنيديتيو كيفاش كنفكر في الفكره دونك دخلوا لذاك الفيديو بالضبط وسيبورتيونا خليونا شي كومونتير شي لايك وتابونا في لاشين جديده سيبورتيونا راه ماشي شي واحد راه انا الاخوان دونك تلقاو ليا في الديسكريبشن اول كومونتير وفي الاخر الفيديو في الشطحه دوز لعندنا ونبداو في الفيديو ديالنا مرة الانترو سيدي كاس اي واحد من الشهيد وما عندناش مع الكسالى اجي حكا قلت شنو بصح الحسان الاخوان نبداو باخبار الراب المغربي عاد نمشيو لبرا في عندنا المبوق يوتيوبر جد معروف كلشي عاقل على حلقات الراب الشوارع اللي كان كثير اللي بانوا فيهم بزاف الروابا اللي منهم اللي كريا كارير منهم اللي حبس وكل اللي اكتيف لحد الساعه كونتينيو ديالو كان اكثر كونتنت مبلبله فوقيتها كيحصد الملايين ديال المشاهدات تخيل معايا الحلقات ديالو كانوا كيتحصلوا على اكثر من كليبات ديال روابا معروفين حتى واحد النهار ويخبر ثلاث سيمانه الاخر خبر اكثر من عامين وجا في السيمانه الاخر شنو دار لح بوست وتيزر لاشين اوفيسيال ديالو اللي غبر فيها كيشرح فيه الكونسيبت الجديد اللي غيدير وعلاش خبر داكم راكم تفرجوا في التيزر الناس اللي كانوا متبعين هذا الكونتنت راه الاغلبيه اللي مهتم بالراب المغربي يكون شاف الكونسيبت الجديد اللي جابه البوق ولا هونغار ولا لاحظتي داك التيزر خصك تلاحظ فيه فيه بزاف لي ديتاي فيه البوق كيضرب بيانو دخل حط دوسيي لحو ليه في الزبل كيفاش داير الكونسيبت هو واقف كيبريزونتي الى اخره كاين بزاف لي ديتاي نحاول نعطيكم شنو لاحظت كيبغي يبين لنا البوق ان هذا الكونسيبت الجديد جاي مفينونسي الراس فين غيكمل بنفس الفكره ديال الراب الشوارع هو غيكون منظم شويه باش ما يبقاش بروبليم مع البوليس فيني فيلمي يجي لي 3000 واحد دونك يبدا يديروا في مكان مسدود فين هو غيدعي الناس اللي يجيو وغالبا غيحافظ على الكونسيبت ديال الناس ما معروفينش كيرابيو كيجيو بعض المرات يقدروا يكونوا ضيوف مشهورين روابا فين يكون هو البريزونطاتور كيطلق الانسترو هو اللي غيختاروا ودوك الناس الاخرين كيرابيو كيختاروا احسن واحد اللي كيربح هو غيكون في واحد بلاصه مسدوده مازال ما علنش عليها والكونسيبت ديال تسمى بلونغار هو فينونسي راسه راه ديجا بينا فحال شد داك الكونسيبت اللي كان كيدير في الزنقه ورجع بروفيسيونيل مالينا غنتسناو الحلقه الاولى اللي باينه غتكون في الشهر 4 باقي ما انونساش النهار مالينا حنا غنسيبورتيو كونسيبت مخدوم ومحتاج للراب المغربي راه كتدخل يوتيوب كتلقى خاوي فما بالو كيجيك واحد بكونسيبت ومانفيستي فيه خاصو السيبور باش يكمل دونك اي واحد يدخل للتيزر اللي لاح يخلي شي كومونتير زون ولا في انستغرام حشي الله رجع عامين راكم عارفين شويه موتيفا خويا مبوق كوغاج ليك السيبور بعدا من عندي انا الاول هادشي فيما يخص المبوق دوز الكراندي طوطو في السيمانه اللي فاتت طلع في لايف مع ريك روس ريك روس كان كيبروموتي واحد القرعه ديالو كيبروموتي مونديالمون يمكن دار مع طوطو تاهوانيت وفين طوطو تما ورا واحد الديسك ولا تراك خدام عليه في ريك روس قال لي بغيت نحط عليه يعني بغا يدير معايا فيتورينغ نقدروا نشوفوا فيتورينغ ما بين ريك روس والكراندي طوطو اما قريب دوزو دابا للديمو صراحه راه الروابا الاخرين ديال المغرب الاغلبيه فيهم اما غابرين راكم عارفين رمضان كيخرجوش بروجيات حتى المرض هادو شاو ثاني ترجع الحركه في الراب عندنا الديمو اللي غايلو حطرك نهار العيد واللي مورا غايلو حطرك اخر يمكن عام بعيد عليه بسيمانه ولا كذا مع كليماندو عاد باش عنده البوم غايلو حف في نص الوقيته ما غيعطلوش كاع فين عنده تراكات تخيل معايا عنده دي فيتورينغ واعرين مع بيبي جانغ لاري راه بيبي جانغ دازا على السنيبات ناري 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 غتكون ديجا سمعت راه لقيت انا نحط عليكم زيرو كطواغين سيكاري ماما سي تابيناكي دينيرو باناميرا فيراري ناري 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 بوكشي باني ماك العلو فاخت الطايحه مال الملالي
يعني جاي بروجي كبير مرة رمضان ديال الديمو عاد اشتراكات سولو ديالنا. هذا فيما يخص المغاربه اللي كاينين داخل المغرب الا بغينا نحلوا قوسين سيبورتو بعد لي كونسيبت اللي بداو هنايا. نقدر نقول لكم لي زانترفيو اللي كيدير سفيان فحصي فين ديجا دوز كيرا 7 ومروان لو ام ياكم راكم تسيبورتيو، ولا لي زانترفيو اللي كيدير بوب غاديري اللي تا هو داز مع كيرا 7 راكم عارفين اي كرياتور دو كونتوني كيشوف الارقام كيطلعوا كيزيد حتى هو يبغي يعطي كاين اللي ما فخواروش راهما لي شين ديالهم دخلوا تفرجوا فيهم. هادشي فيما يخص لي كونسيبت ولا الروب اللي داخل المغرب. شنو عند المغاربه اللي خارج المغرب علاش ندوزوا لمراكنا؟ فيما يخص المغاربه اللي خارج المغرب عندنا العروبي رابور اللي جد معروف المغرب فيكم كيعرفوه، كلكم تكونوا شفتوا الروب كيبارطاجيوه على انه تشد كيسيبورتيوه. قال لك انه كان عنده شي مشاكل في هولندا ملي وصل لها ما خرجش، ولكن نهار غيخرج غيشدوه فين ما معروفش بالضبط شنو وقع ليه ولا شنو داروا ليه ولا واش حكموا عليه ولا طلقوه ما معروفش، يعني يقدر يكون مشدود ولا مطلوق الله اعلم. الميديا والصحافه الصوديه الهولندا ولا المغرب ما متبعينش القضيه، يعني رابور معروف كيحصل الملايين ديال المشاهدات عنده تراكات فيه 300 مليون والصحافه ما متبعاش شنو واقع ليه. نتمنوا الا شافوا هاد اللقطه في الفيديو ولا كذا يخرج يدير لنا شي ستوري طمنوا عليه واش لا نديروا مع شي انترفيو ان شاء الله. نتمنوا غيكون بخير بعدا. دوز دابا من هولندا لطاليا في غمش عند من عند بيبي كان، كلكم عارفين راه حيد فوطه بروفيل انستغرام امسح ليه بوست كلشي. فين درت لكم حلقه ووضحت لكم انه باغي يغبر واحد المده فين يخدم على بروجي كبير وداكشي اللي كان فعلا فرجع. وشنو رجع دار؟ انونسا البوم اللي يكون كامل ايطالي سماه انجيلو ديل مالي اي ملك الشر، يعني في البيض الكحل، يعني بين غيبيبي لي دو فاز ديال شخصيته ولا ديال حياته. واللي قال لك غيخرج نهار 26 افريل، يعني ما بقى والو يخرج هذا الشهر هذا نهار 26. واش تبغوا شي انترفيو ثاني مع بيبي غانغ خليوه لي في لي كومونتير. هادشي ما يخص الروب المغاربه اللي على برا. ودوزو دابا الامريكان في بداو بيلي ايليش اللي البارح اي واحد مفولوها كان سطر مفولوها حتى كطلع ليه ستوري خضراء مع بيلي ايليش كي اللي تسحب لي اف في، ولكن لا راه خضراء كتدخل تما كتولي كي مصوره راسها شويه دايره ستوري في الماء ولا ما عرفتش كذا. في بنادم ما تيقش قال او كيفاش بيلي ايليش مدخله كلوز فريند، كتدخل عند صاحبو كيلقاتها هو دايره، يعني قالت لي مفولوينا دخلتهم كلوز فريند بانك تكون فولوها. نخليكم هنا واحد الريكورد كيبين لك انك على فولويتيان كطلع لك ستوري خضراء. هادي يمكن اوبشنز تاع انستغرام ديال انك تدخل كاع لي مفولوينك كلوز فريند، ويمكن نتايا بلا ما ترجع كونت ديالك بريفي تبدا تحط دي بوست ودي ستوري على الناس اللي مفولوينك، يعني اللي ما فولويكش ما تشوفنيش انا كاع شنو كندير ولا شنو كنبوستي. وتقدر تكون في نفس الوقت برومو بما انها واحد من اشهر الناس اللي جربوها وبداوها كلشي كيدوي عليها حاليا. شوفوا على كومونتير لي تيك توك كيحصلوا الملايين ديال المشاهدات ابلي اي دخلتني كلوز فريند. هي راه استراتيجي دو ماركتينغ، وتقدر تكون هي باغا تبارطاجي حوايج مع الكوميونيتي ديالها والبيبليك ديالها فين زادت هاد لوبسيون انستغرام ماشي اف في بالكلوز فريند ديال بصح واوبسيون زادت انستغرام، وانك كتاكتيف اوتوماتيكمون انك تيمفولوها لما فولويتاش ما كطلعش ليك. هما جوج ستوريات اللي حطات نبلو لكم هادي شويه مادي عاديه. ودابا ندوزو للبيف ديال بصح كندريك دريك جي كول. كنا عارفين ان كاين واحد البيف مطول ما بين دريك وكندريك، ولكن ما عمره ما وصل لهادشي اللي وصل ليه اليوم. حيت انا فحال قلتي النقطه افاد هاد الكاس ولا تفرقع ما كلشي غيبدا، خصوصا بالتراك ديال فيرست بيرسون شوتر اللي هاد تلاحها ديال 4 شهور اللي كلكم عقل على ديك التصوير ديال الشطرنج ما بين جي كول ودريك اللي كيبغيو يبينوا فيها ان دريك وجي كول هما اللي حاكمين الجيم هما اللي حاكمين الراب بيناتهم. نقلدوا ديك التصوره ديال لوي فيتون ديال ميسي ورونالدو هاكو حطيتهم لكم هنايا بحال هما اللي حاكمين الجيم. دازت 4 شهور حتى الالبوم ديال فيوتشر ومترو بومينغ اللي تلاحى ديال جوج سيمانات في التراك ديال لايك ده فين غيكون فيتشرينغ ما بين مترو بومينغ فيوتشر وكندريك لامار فين في الفيرس ديالو شنو غيقول الحجوج نويطات اللي غيكلاشي فيهم دريك وجي كول. جبدهم في السطر ديال ذا بيج تري جاست بيج مي، يعني بلا ما تقعد تقولوا حنا الثلاثه الكبار في الجيم رانا كلاسمون ديالي بوحدي انا اللي كاين في الراب بلا ما تدخلوني في الكلاسمون معاكم. يعني هو عنده ترتيبه الراس وكاحسن رابور. وفي السطر ديال برانس اوت ليفت مايك جاك يعني كيبغي يقول ان دريك ومايكل جاكسون راه كيف ما في التراك ديال فيرست بيرسون شوتر كيلبس الليغا ولا كيبغي يبين راسو انه مايكل. قال لك انت مايكل لا دريك انا برانس وانا عشت اكثر منك، يعني كيبغي يبين انه انا احسن من دريك. راكم عارفين لي ستوري ديال مايك وبرنس دونك بحال قلتي كندريك استغل داك الفيرس باش يكلاش كل من جي كول ودريك ويبين لهم انه هو كلاسمون ديالو بوحدو ما هموش ديك التصوره اللي داروا بجوج ولا ما يدخلوا معاهم راه هو اللي كاين. ومن الاخر بغى يبلبل في داك التراك داكشي اللي جبدهم تبلبل ديال بصح وكلشي كان كيضغط على دريك وجي كول باش يردوا كلشي كيقولوا شي يردوا ما غيردوش. حتى البارح جوج سيمانات تخيلوا دا سمود جوج سيمانات مور الالبوم عادوا غير رد جي كول كلشي كيقول انا دريك كيوجد باش يرد حتى هو. باي ذا واي دريك راه فواحد من لي سواري ديالو ديجا جبد البلان نخليكم على اللقطه اللي لقيتها. Got my fucking head up high, my back straight. I'm 10 fucking toes down in Florida, anywhere else I go. مي كلشي كيتسنى التراك. البارح جي كول غيلوح او بي ولا البوم او بي صغيره اللي في التراك الاخر ديالها سميتو 7 مينت دريل تراك كامل على كندريك لامار رجع عليه الكلاش. جبد بزاف الكلاشات صراحه خاصو ريفيو راسو كانه قصير، كان الالبومات ديالو كل واحد فيهم فيه غلط، يعني بديتي مزيان غادي وكتضعف كانه ديما كيستغل الكلاشات باش يرجع للواجهه كيغور بزاف. عنده اربعة الالبومات وجبد لي بزاف النويطات صراحه خاصو ريفيو راسو كلمه بكلمه. حتى التراك الاول قول لي واش ندير لكم شي ريفيو ولكن كوبي رايت غيعطوني الودنين. المهم مورا التراك ديال جي كول كلشي
كيقول ان كيندريك غيعاود يرد حتى كيندريك لحاج اسطوره ولا ثلاثه في الطراك ديال لايك داون. دابا غيخرج تراك كامل لتيكول غالبا، ولا يمكن تيكول يتسنى حتى يرد دريك ويدير لهم تراك مجموعين فيه بجوج، شوفوا شنو غيوقع. المهم مزيان لهم كاملين الراب كاين كيتحرك ديال بصح دابا بلبله في امريكان. قولوا واش تبغوا نديروا ريفيو على الكلاش كامل ملي جاي الصداع ديال كيندريك مع دريك من شحال هادي، ديك التصويره يعني ندير لكم شي ميني دوكيومونطير على هاد الكلاش. فريمون بغيت خصنا نعرفوا واش متامين فرا الاشاره. دريك وكيندريك راجعين مخاصين المده هما ماشي حتى لدابا، عام عمرهم ما وصلوا ديريكت هاك هاد الكلاش ولا هادشي كامل. صوت التراك ديال الاول ما بين دريك وتيكول، ولا التراك ديال كيندريك مع مترو بومينغ وفيوتشر، ولا الرد ديال تيكول، ولا الرد اللي كوجد فيه دريك، ولا شنو غيوقع. خصو حلق الراس وقولوا واش تبغيوها. ومشي هاد الموضوع بوحدو اللي مبلبله في امريكا. ولكن الموضوع الثاني اللي هو ديال ديدي كلشي كيعرفوا، كيقول انه متهم بمقتل توباك. دا تكونوا سمعتوا الروينه اللي نايض عليه مع مرتو، ولكن هذا الموضوع ديال ديدي خاصو جوج فيديوهات وخاصو ميني دوكيومونطير. قولوا واش تبغيو نجيبو في حلقه نشرح لكم من ا لزد. ما كنبغيش نشير، كنبغي نشرح كلشي. شوفوا في الكومونتير نجيب لكم القصه ديالو حتى هو. دونك هادشي اللي كاين في الراب نيوز ديالنا، شفنا شنو وقع المغاربه ديالنا في المغرب، المغاربه اللي على برا بيلي ايليش والمراكنه في الراب. الى وصلتي حتى لهذا المرحله من الفيديو بغيتي تكونط ليا الراب باش نعرف، راه ديما كنعقل عليك كومونتير. وديما كان الفيديو ديالنا كان معكم فرق رايتو اللي شرحت لكم فهمتوا ليا حاجه. نتلاقاو في فيديو جاي، تهلاو ليا فراسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا عمري شفتي تشيكا بحالك هكذا ونيا ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا لازم جاري معنا فحالة تزاد فيك.